الفكري من مفاهيم ومعتقدات غيرنا كيف ما نتبعهم. أول شيء أبغى أقول لك أنه في مرحلة من المراحل أنت محتاجة أنك أنت تتبعين أحد، بس مهم أنه أنت تعرفين أنت تتبعين مين، مو شخص يورطك، مو شخص يورطك. الشيء الثاني أنه أنت لما تبدأين بتنظيف الجسد الفكري يبدأ تلقائيا عندك قدرة على أنك تميزين الشخص ومعتقداته ومفاهيمه والصح والخطأ عنده وين رايحين، وش هو كاسر، وين هو واصل، هو كاسر إيش بالضبط، إلى أي درجة يعني مدمر الأشياء اللي هو أو الجذور اللي متورطين فيها أغلب البشر، وبالتالي ما عنده سيطرة للجسد الفكري. هذا مهم، فتصيرين تلقطينها على طول. ليش؟ لأنك أنت اشتغلتي عليها، أنت بنفسك اشتغلتي عليها. في اشخاص يعني على طول مثلا انا اشوف لما مثلا اسمع شخص يتكلم اعرف هو وش الاشياء اللي هو يعني متورط فيها من الكلام اللي هو يقوله. وفي نفس الوقت انا اؤمن بانه احنا لابد ان نعتقد، اؤمن واحب الاعتقادات، لانها على فكرة المعاني هذه تعطي نكهة للحياة. يعني في النهاية انت ما تبغى تشيل هذه الاشياء عشان انت تكون فارغ، لا مو هذه الفكرة، لا مو عشان تكون فارع، عشان انت تختار. ولما تختار وين بتوديها، توديها في خانة معتقد واعي غير متطرف، فهو يصير كذا قاعد بطريقة محترمة مهذبة، عارف انه ممكن ينطرد في اي لحظة. مو هو مسيطر على المركبة وقاعد يفحط فيك ويحوس قصتك ويتحكم في القصة، لا يا بابا انا اللي اخترتك، مو أنت اللي اخترتني، أنا اللي أختار المعتقد وأنا أدخله وأحطه وخليه راكب ورا وقاعد ومحترم نفسه. وفي أي لحظة، في أي لحظة عندي ملاحظة على هذا المعتقد، لأنه مش متطرف ولأنه واعي، مو قاعد في الظلام طلعته برا، في أي لحظة عندي أي ملاحظة وهو قابل للنقاش، في أي لحظة ممكن نحط على الطاولة ويتناقش، أفتح الباب وأقول له out، اطلع برا، استغنيت عنك، عندي معتقد جديد. فهذا هو المفروض، هاي متعة المعتقدات، معتقدات انك انت تختار تركب معاك، انت مسيطر على القصة، تنزلهم متى ما استغنيت عنهم، ما يكون عندك هذا الشعور المتطرف وهذا هذه الأزمة في قصة المعتقدات. وبناء عليه راح يكون عادي عندك انك تشوف ناس مركبين معتقدات متطرفة معاهم، والمعتقدات هي اللي تقودهم، هم قاعدين وراء، هم قاعدين ورا والمعتقد هو اللي يقود. المتطرف المجنون هذا شوشته طايرة وكذا، شخص كذا مجنون هو اللي يقود المركبة، المعتقد المتطرف وهو قاعد ورا. مضحك الموضوع، عادي مركبته وهو يقود، فحط فيهم ممكن يصدمني، يس عشان كذا لازم انتبه لطريقي، لازم ابعد عنهم. انت دائما اللي في الخلاط لازم تبعد عنهم اصلا. يعني اي احد في الخلاط انت لازم تنتبه، يعني لازم تحمي نفسك منهم. طيب أردي عندنا 201,000 لايك، thank you thank you. تنظيف الكهرباء موجود في الموقع؟ أي موجود، أنا عندي ارتباك بعد تنظيف الجسد المشاعر، ما يصير أفتح صندوق الجسد الفكري بنفس الوقت، صحيح؟ أي لا استني، وممكن على فكرة بقولك شيء، الجسد المشاعر لما تنظفين شيء ممكن يطلع شيء آخر على الطاولة. يعني مثلا في اشخاص كثير مثلا لما ينظفون الحزن يطلع لهم الغضب على الطاوله، في اشخاص مثلا لما ينظفون الخوف يطلع لهم الغضب على الطاوله، انا لما نظفت الخوف طلع لي الغضب على الطاوله. فبتقول يقولوا لا ما خلصت، انت خلصتي جزئيه الخوف او الخوف الكثير او الكبير او المعقد، بعدها تشتغلين على الغضب. فوارد انه انت تحسين انه انت لسه انت نظفتي بس ما زلتي تحسينك جوا كذا بروسس، جوا قصص ما خلصتي منها، فاستني. صحيح عليك انك انت تنتظرين. التطور والارتقاء يقود معتقداتنا، التغيير طبيعي، ايوه التغيير هذا هو الاساس، هذا هو القانون الكوني الرئيسي اللي يقود كل القوانين. لكن السؤال هل الناس فعلا هم تغيروا في العمق ولا لا؟ مو بالضرورة، يعني ممكن تقول اوه واو الان ارتقوا الناس او تطوروا او تغير، لا اللي
عنده معتقدات متطرفة، صدقيني مهما ظهر أنه متطور أنه هو ارتقى إلى معتقدات متطرفة أخرى في مجال آخر بهالطريقة. يعني كان متطرف تجاه مثلا قضية دينية مثلا معينة، أوكي؟ صار المجتمع لا يتقبل هذا التطرف، يقول سوى لها قوالب جديدة، فقال نحن لا نسمح بالمتطرفين، أوكي؟ يقلب القصة، تطرف على شيء آخر، تطرف ضد الأنوثة، ضد الأنوثة، أي امرأة تطلع نسوي ونحط ونفعل، يلا خذ لك تطرف ضد الأنوثة، مسموح؟ ماشي، في نص يتقبلون الموضوع، فيظل التطرف موجود. لذلك بعض الأشخاص يعتقدون أنهم أوه واو تغيروا وتطوروا كذا، بس هم ما زالوا المجنون اللي يقود المركبة، ما زال هو المجنون نفسه، وهو وراء قاعد وفي معتقد متطرف يقود العملية. فاطمة حبيبتي تقول نظفت سول ديتوكس وعي طفولي السنة الماضية، إيش تنصحيني أخذ الآن؟ أو واو، بما أنه خلصتي هذه المرحلة وأقول ادخلي على تنظيف الجسد الفكري حبيبتي، الله يقويك. أنا ويان بلدين مختلفين بنفس الفكر وعي، لكن ما قدر يواجه أهله بالزواج وحكم ثقافتهم وتفكيرهم. تبغى تمرين، تبغى تمرين، وإذا قالت لها سوين ناصر اقلب الصفحة بتروح تدورها على أحد يعطيها تعويذة. احضري كارما، تنظيف الكارما، أول تنظيف تكلمنا عنه اللي هو تنظيف العلاقات، تنظيف كارما العلاقات، وتكلمت أنه أحد الكارمات في العلاقات أنه الظروف لا تسمح، الظروف لا تسمح بالعلاقة، الظروف لا تسمح بالعلاقة. طب خلينا نسأل البنات، هل إذا في شخص لا يستطيع أنه هو يقول لأهله أنا سأتزوج فلانة ويواجه أهله بهذه القصة، هل هذا الرجل؟ سؤال، هل هذا رجل؟ حنا ما احنا في الصيف ولا كان عطيت وقت للقصة هذه؟ طيب قلبي فاطمة حبيبتي انتي I love you، تقولك وش السبب انه الانسان وقت الزعل بس ياكل؟ هل يخفف؟ مو شوفي، احنا الان مثلا خلنا نقول انا خايفة، مثلا خايفة 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 خايفة، خلاص الكوب بيوصل، يعني بيوصل حد يعني مرة فل، خايفة وغاضبة ومتفشلة وعار وتأنيب ومن فل 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 فل. طبعا أبغى أعيش، معلش أبغى أعيش، ما انتهت القصة، أبغى أعيش، فأنا كيف أعيش هذا الألم، هذه القصة هذه لازم في شيء يخففها أو شيء يشيلها. فأنتي عندك خيارين، إما أنك تنقلين الألم لمكان ثاني، الجسد من الأجساد الثانية، فممكن الأشخاص يبدون يؤذون أنفسهم، يبدون يعني عرفتي جسديا يؤذون أنفسهم جسديا، أحد أشكال الإيذاء الجسدي أنه أنت تاكلين أشياء مضرة، تضرين نفسك، تعرضين نفسك لمواقف صعبة جسديا، مثلا شخص يأخذ شاور ويطلع في هواء بارد يقول مو مهم ما كذا، فتحسه كأنه كذا يعني قاعد يضرب في جسد المادي أو بشكل مباشر يعني أذي جسد المادي. فهذا شكل من الأشكال، نحن نبغى ننقل الألم لمكان آخر ونبغى نخفف، نبغى نخفف من الألم من خلال المتعة اللحظية هذه. رسل حبيبتي تقول كيف أحل فكرتين متعارضتين أو معتقدين عكس بعض مخي؟ أوكي، هما مو فكرتين، زي ما قلت لكم الأفكار هي يعني قصة تمر وتروح، يعني كأننا مثلا مسوين عصف ذهني نقول نبغى نسوي حفلة، وش أفكاركم؟ نقول أفكارنا نبغى نجيب دي جي، لا نبغى إحنا نجيب طبل ونطبل، لا إحنا نبغى نفتح أغنية كذا، لا إحنا نبغى نجيب مغني، نبغى أفكار. فهذه ما هي، أنت ماذا تتكلمين عن أفكار؟ تتكلمين عن شيء أكبر من الأفكار، قد تكون معتقداتك، تكون معتقدين عكس بعض في مخي. أوكي، ماذا يمكن أن يكون حصل في المعتقدين اللي مثلا الرجال خونة والرجال مخلصين؟ فأنت عندك قصة صارت مع رجل خانك فنتج عنه هذا المعتقد، بس في نفس الوقت عندك قصة أخرى جميلة ورائعة فنتج عنها معتقد آخر، بالتالي هذول متعارضين. أو مثلا يعني هي إنتاج تجارب، فكان عندك تجربة كثير جيدة وتجربة كثير سيئة، أو مثلا عندك مصادر طاقية مختلفة، يعني مثلا عندك مصدر طاقي، مثلا عندك أمك
علمتك ودرستك من يوم كنتي صغيرة على معتقد معين، معتقد معين على مثلا انه انتي لازم تلبسين بهذه الطريقة مثلا، هذا هي الطريقة السليمة لللبس والصحيحة، وتعتقدين انه هذا اللبس هو المناسب لك. بعدين انفتحنا وصار في السوشيال ميديا وشفتي بنات مثل طريقتك او مثل مجتمعك او مثل جسمك، رسمة جسمك، يلبسوا ملابس غير وناسبهم الموضوع، تقول اوه واو انا عندي مصدر من مصادر الطاقية وعندي ناس مسوين لي غسيل دماغ. فشلون يعني المعتقدين هذول عكس بعض مضاربين في مخي، ما وش الحل معاهم؟ او مثلا تكونين انت مؤمنة بدين، مثلا تؤمنين انه هذا الدين هو صحيح وكذا وكذا، بعدين جالك شخص كذا يعني مفحط، خلنا نقول كذا، يعني ماسك سيارة بطريقة فوضوية وعشوائية وغوغائية، وقال ترى دينك في ملاحظات، في ملاحظات، الملاحظة الأولى أنه كذا كذا، الملاحظة الثانية أنه كذا كذا، بنتك أوه ماي جاد، معقول؟ معقول كلا سنين وأنا يعني مضحوك عليه وكذا وكذا؟ فأنت الآن عندك يعني معتقد أنه هذه الأشياء غلط ومعتقد أن هذه الأشياء صح، فأنت عالقة، ما عندك الجرأة انك انت تكسرين القالب وتطلعين، وما عندك الجرأة انك انت تؤمنين بالفكرة الجديدة. ذلك انا اعتبر انه على فكرة تنظيف الجسد الفكري بهالطريقة وقبل تنظيف الجسد المشاعري مو طريقة سليمة وصحيحة. وبصراحة انا بعد اشوف انه موضوع الدين والاديان ما المفروض انها تمس بهذه الطريقة، ما المفروض طريقات متطرفة، اي طريقة متطرفة ما المفروض، لانه من الاشياء العميقة عند الانسان. وعلى فكرة ابغى اقول لك شيء، كل ما نظف الإنسان مشاعره ورتب جسد الفكري، كل ما عرف القصة، كل ما عرف القصة، كل ما عرف وش فعلاً الشيء خلنا ما أبغى أقول الصحيح، أبغى أقول الأقرب للصواب، لما ينظف مشاعر يعني كل ما كان الإنسان أقرب للفطرة، كل ما عرف الله، كل ما عرف نفسه كل ما عرف الله، فهو شوي شوي يقدر يفهم الموضوع. ما المفروض ان احنا نكون قاسين عليه انه انت وش قاعد تسوي، غير كذا سوي كذا، يا عمي لا يغير، خله شوي شوي، وش هو يغير نفسه، يغير شعوره، يغير الالم اللي موجود جواته، وشوي شوي هالطبقات ان شاء الله هو يشوف، هو راح يعرف، هو راح يعرف هذا الشيء. فهذه احد الاحتمالات انه هذه هي القصه اللي انت تعرضتي لها، وبالتالي انت عالقه في هالمنطقتين. لو كانت احد هذه القصص موجوده واقول لك اشتغلي على الجسد المشاعري، هذا المفروض. انت ما طلعتي لان جسدك المشاعري مو شايلك، مو شايلك، ولا كان المفروض انت اخترتي معتقد وانتقلتي للصفحه اللي بعدها، بس الجسد المشاعري مو قاعد يساعد. فضبطي الجسد المشاعري اولا، بعدين ارجعي راح تلقين هذه المخلفات، راح تلقينها بعدين، بعدين ارجعي لتنظيف الجسد الفكري. طيب يا جماعة أذكركم عندنا السول ديتوكس، الوعي الطفولي، الموسيقى التحولية، تطهير روحي من خلال التنفس، وعندنا تنظيف الكارما، وعندنا تنظيف الجسد الفكري. بليز تنظيف الجسد الفكري لا أحد يحضرها إلا يكون اشتغل على الجسد المشاعري. وبرضه أبغى أذكركم احتمال بكرة نكون أوف، مو متأكدة، بتشوفون الإعلان، إذا في إعلان معناها بكون معاكم، وإذا ما كنت موجودة معاكم بكرة إن شاء الله بعد بكرة نستأنف. اللي ما حط النية بليز حطوا النية، حطوا النية، واللي ما حط خلفية الجوال المعبرة، حط خلفية الجوال وشوفوا الفيلم، راح نناقش الفيلم إن شاء الله منتصف الشهر، تصبحون على حق.